نسخة الحلبات بس للشوارع من لامبرجيني هوريكان، نسخة الاس تي او بموديل 2023. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها ومواصفاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعنا غاليين، تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن سيارة مميزة من العلامة الإيطالية لامبرجيني هوريكان، نسخة الاس تي او ونسخة الحلبات بس للشوارع. تعتبر سيارة رياضية بشكل كامل، السيارة تتميز بمواصفات ومزايا كثيرة. فقبل ما نبدأ هذه التغطية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغونا نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا بشكل عام روابط موجودة بخانة الوصف. نسخة الـ STO مثل ما ذكرنا نسخة رياضية بشكل كامل بس للشوارع، فتتميز السيارة بأنها بتنزل بنظام دفع خلفي. طبعا المحرك أكيد محرك السيارة 10 سلندر بالخلف. فنجي للواجهة الأمامية، هذه الإضاءات بشكل كامل، إضاءات اللامبرجيني أو الهوريكان بالتحديد. بالجزء السفلي طبعا مثل ما أنتم ملاحظين كلها أنظمة تبريد للسيارة وللمحرك. طبعا هذه الواجهة الأمامية بشكل كامل، السيارة طبعا منخفضة كسيارة رياضية، وهذه الواجهة الأمامية. رأيكم بالتصميم الأمامي؟ السيارة تتميز بأنه نسخة الـ STO مثل ما أنتم ملاحظين تجبي طبعا عليها زيك موجود بشكل كامل كتصميم، معطي السيارة جمالية بشكل واضح. عندنا اللون الرمادي واللون الأزرق، ما شاء الله تصميم السيارة ولا أجمل. هذه الواجهة الأمامية بشكل كامل طبعا موجود عليها، طبعا من ضمن الميزات اللي موجودة عليها السيارة عليها كاربو فايبر بشكل كامل، خفة للوزن، بالإضافة ليه فيها المبردات. ما شاء الله السيارة بشكل كامل فيها مبردات وفيها فتحات كلها عملية وحقيقية، سواء بالتصميم الأمامي أو الجزء الجانبي كلها فتحات حقيقية وعملية. هذه هي المرايات هنا والجنوط أكيد، ما شاء الله كاليبرات طبعا باللون الأحمر بشكل جميل. أكيد الكل يهتم بالسعر، فخلونا نلقي نظرة سريعة على سعر السيارة. هنا سعر السيارة 1,760,000 ريال، هذا السعر بشكل كامل. وهنا التصميم الجانبي مثل ما أنتم ملاحظين، طبعا هذه المرايات ما شاء الله جايب مكان جميل. وهنا تقييم استهلاك الوقود، بنرجع بعد شوي لتقييم استهلاك الوقود. وهنا الجزء الخلفي طبعا راح نرجع بعد شوي، بحكم ان اغلب الناس ما يهتمون، اكيد اللي بيقتنون هذه السيارة ما يهتمون بتفاصيل استهلاك الوقود. ما شاء الله السيارة رياضية، قيمتها 1,760,000 بالتحديد. وهنا ما شاء الله الجنط فيها عريض ما شاء الله بشكل ملحوظ ما شاء الله. خلونا نشوف تفاصيل الجنط بالتحديد. هذا هو الجنط ما شاء الله، مقاس 20x30x305، هذا الجنط الخلفي. بالنسبة للأمامي يا سادة يا كرام، نشوف الحين هنا 20x30x245. طبعا في اختلاف واضح ما بين الأمامي والخلفي بالنسبة للمقاسات ما شاء الله. طبعا حتى نظام التبريد موجود بالجزء السفلي، كلها أنظمة تبريد وفتحات عملية هنا، وموجود برضو هنا. طبعا هنا المحرك بشكل كامل، محرك 10 سلندر، هذا هو السكولر او الجناح الخلفي ما شاء الله مرتفع بشكل ملحوظ. وكنا جايب جزئين طبعا كلها اماكن طبعا لتمرير الهواء بالنسبه للتسارع، لتسارع السياره. بالنسبه لاستهلاك البنزين، كل لتر بنزين تمشينا بالسياره 8.4 كيلو، تقييم سيء، بنزين 95 بنظام دفع خلفي. نجي نتكلم عن المحرك، فبنتكلم عن محرك 10 سلندر دفع خلفي ما شاء الله 640 حصان. طبعا بالنسبة لل 5200 نيوتن متر او 5.2 لتر، فامكانياته ما شاء الله ممتازة. مثل ما انتم ملاحظين الداخلية فيها الكنتارة بشكل كامل أو شموع، حتى المراتب فيها طبعا تصميم الـ STO، وفيها برضو الياف الكربون. هنا الدركسون، السيارة طريقة فتحها
انك تفتح بهذه الطريقه فطريقه جميله حتى، وتنفتح كباب عادي وتقليدي. فما شاء الله السياره فيها مزايا. هنا اللون الرمادي، هذا هو اللون الرمادي، حتى هو اللون جميل كمان. هنا في بعض اللمحات واضحة، خاصة انه الداخلية باللون الاصفر. ما شاء الله سيارة جميلة بالتصميم. وهنا اكبر منفذ للهواء مثل ما انتم ملاحظين في الواجهة الامامية او في الجزء العلوي، افضل مكان لتمرير الهواء من هنا. باقي الاماكن يعني فيها الشفط بسيط، لكن اللي هنا ما شاء الله بتاخذ كمية هواء وتبرد المحرك بالشكل المطلوب. هنا فتحات العادم، وهنا برضو في الياف الكربون، وبالجزء السفلي برضو في الياف كربون، والسيارة فيها ديفيوزر خلفي بشكل جميل. وهذه هي والله، حبينا ناخذ عليها فرة سريعة ونشوف تفاصيلها ومواصفاتها، ونشوف الجنط اللي موجود عليها. جنط جاي بلون اسود مطفي بشكل جميل، وكلبرات على اللون الخارجي، طبعا على حسب تصميم اللون الخارجي، سواء اللون الابيض او اللون الازرق او اللون الاصفر او اللون الرمادي، فتختلف حسب ما انت تاخذ. وهذه هي طبعا من الحاجات الجميلة اللي موجودة برضو في الصالات، بامكانك تفصل السيارة مثل ما انت تبغى. في تجهيزات ما شاء الله لامبورجيني بشكل كامل. هنا هذه سماعاتهم طبعا 2500 ما شاء الله، عندهم برندات حلوة. وهنا عاد تجهيز السيارة بشكل كامل بالمواصفات اللي تحتاجها. وبس اتمنى التغطية نالت على اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجاية. طبعا هذه مباعة، اتوقع هذه الايفو صورتها بالاسبوع الماضي وتكلمت عن تفاصيلها، راح اترك لكم التغطية بخانة الوصف. صورت الايفو بشكل كامل، اتوقع هذه ما خاب ظني، لكن مكتوب عليها مباعة فما علينا بشكل كامل. فبأمان الله وحفظه ورعايته.